عسلي من الناس الكل، شنحوي لكم ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم اسعد الايام. كيما قاعدين نشوفوا اليوم فطيرتنا دجاجه محشيه باللحم المفروم والبرغل، طريقه مزيانه نحضروها تو مع بعضنا. واهم حاجه في الروسيت نتاع اليوم يلزم الدجاجه نتاعنا تشرب الفيح، تشرب الصوص اللي باش نحضروها تو مع بعضنا. مثلا انت قمت الصباح تحضرها وفي الليل طيبها، والا تبيتها ليله كامله في الفريجيدير. قد ما تشرب الفيح قد ما تجي لحمه الدجاجه بنينه. لهنا باش نعطيكم اول حاجه، دوبا ما تشري الدجاجه نتاعك نقولوا احنا نبشمتوها فوق النار، يعني نشد فوق الغاز هكايا ونبشمت لها الجلده نتاعها، هذه راهي حرقتها شويه بهي. بالنسبه اول حاجه باش نحضروا الصوص، ايش عندنا سيدي لهنا؟ هنا حضرت كما قاعدين نشوفوا معايا كركم دوبليش، معني نقيسوا هكا بالمغرفه الصغيره، نصف ديما بالنص موبيلات. هاي شمنا فيها الحس، سامحوني على الحس. شويه فلفل اكحل. لهنا اهم حاجه في الدجاج ديما حطوا زعتر وكليل، هذا الكليل وهذا الزعتر، شويه بركه فلفل احمر دوبليش. لهنا عندي شويه ملح خاطر باش نحط المطرد تنجموا بالطبيعه تشريوه من عند الحانوت، والا تعملوا وحدك في الدار كما اني هذيا، وين تفرغ الدبوسه نتاعي نعاود نحضر الروسيت نتاع المطرد. المطرد اللي عملته معاكم في القناه، اللي تحب الوصفه ان شاء الله نحطها لها موجوده في صندوق الوصف، والا تلقاوها كفوق الفيديو. شوفوا قداش باش نحط، خاطر هذيا ديري حر، معني نقولوا اني حر، اني عملته حر، نصف هكا صغيره هكا مع شويه زيت زيتونه. بسم الله، هذه الصوص اللولانية اللي نحضروها باش نعطيكم من بعد عاد اللحم المفروم. اللحم المفروم سهل، نحاولوا ما نكثروش برشا فحار توا. لهنا حضر الثوم زيدا بطرفة اخرى، نحلك المطرد نخليها شويه هكايا. شوفوا شوف شنو نعمل لهنا، نخليها ليا لهنا في القارس باش نشد الدجاجه نتاعي ونحكها. نقولوا احنا في القارس باهي، حتى لداخل هكا ندخلوا لها القارس لداخل. بسم الله، نحك لها الجلده نتاعها لبنيته. في وحات تتنحك الزنخة نقولوا متاع الجيش، اما حك لها كتهيرها ومساكنة جيها مساج وياها متوفية. الداخل زيدا نحطو هكا قارس، ديما القارس قارس، الكل العمدة كل في القارس. لهنا باش نعطيكم حاجات هكا صغيرونة نعملوها، باش نجي كيما هكا. بسم الله، وندخل الثوب في ظهيرها هكا ندخلو باش الثوب يعطي نكهة في وسط الجلدة الداخل. نعبيوها هكا بالثومة، وسط الجلدة متخافوش منها. دوروها توا هكا على كريشيت، طيرها كيما هكا، حطولها في الزدر زيدا. جيكم فيه وحاو تذكروني وش الدار وحدها راه نعملوها عشي نهار راس العام هكا، نعملوها في الدار ولا هكا ساعات جيجة كي من هكا فيه وحد شرة. بيه شو مش نعمل توا، خلي فيها المكونات الحم المفروم شو عليه لكم. شد هكا الصوص نتاعنا
التصوير دايرنا هكا راهو عند الكل باليد. شكون تفرجوا فيا بالكدا واضحه التصويره، قرب لكم هكا فتايتا. نحيو هكا المغرفه، شيخوها توا بالصوص داخل خاصه هكا. هذه توا تحطوها في معون مسكر، بيتوها كان لازم، قد ما تبيتها البنات وقد ما تقعد تعطيكم نتيجه تهبل. هي حويجه ديالي نقولوا في الدار، ايش بيه يفرحوا بها وليداتك. هذه الطرف القرص باش نحطها بعد ونحيهما هكا. هل تشرب الساعة؟ هاي توا شو باش نعمل؟ باش نمشي نخبيها ووريكم الحشوة كيفاش باش نحضرها. سهلة الحشوة، مش باش نطول عليكم. خد نغسل يديتي. بالنسبة للحم المفروم لهنا قصيت راس بصل جويد مش برشا، وباش نحطو في كل ما بعضو لهنا ونفوحو ونحطو تيب شوية، نصف تيب نقولو احنا البنات، خاطر مازال باش يزيد تيب في وسط الدجاجة. اما كي بدا طايب يعطيكم بنا خير. نحطو له فلفل اكحل، شوية بركة، شوية كركم، وعنا لهنا شوية زعتر، وعندي لهنا شوية كليل دوبليش مرحية به، شوية ملح دوبليش، شوية بركة به أكهو. هذه تو باش نحطو فوق النار يطيب مع شوية ماء، حلو بشوية ماء. بالنسبة للبرغل، فما اللي يعمل روس وهو راه كان تعملوها بالبرغل تجيكم بنينة راه، اما ميسالش كل واحدة وحرة معناها. اما نفس الطريقة ما نحطوش البرغل ني والا الروز ني، لا ديما نصف طيب. معناها اني توا هذيا نقولوا احنا خاطر برغل حبيته طايب كيما هكا، دوبا ما ننزل عليه هكا نصف طيب، ها تبدا طايبه شويه به. حطيت فنجان، فنجان نقول ولا فنجان قهوه، والا باش تستعمل كميه كبيره تحب انت وتخليها مع تعملها مع سلطه، تعمل كيس على كيس ونص ماء، كيس برغل والا كيس روز على كيس ونص ماء، واضحه. تحطهم فوق النار مع شويه زيت وشويه ملح، وهو يقيم الغلوه وانت تنقص عليه لين يتيب كعبه، كل كعبه وحدها. هذه راهو نصف تيب. اكثر تفاصيل تحبوها اللي تسالني نجاوبها ان شاء الله في التعليقات. هذه باش نحطوهم بعد في الحشوه. تو باش نزيد شويه ماء للحم نتاعي وندخل فيه الساعه هكا لفيح. نحطو يتيب فيسا فيسا ما يتيب راهو، اما هكا دوبليش وبرا دوب ما يبدل اللون نتاعو نوقفو عليه. حتى نوريه لكم توا. لهنا حضرت معدنوس وبصل اخضر، وباش نحطو توا اللحم المفروم اللي طيبناه، ونخليوها الخلطه هذيا تبرد باش نحشيوها من بعد في الدجاجه. اللحم راهو زدتو كيما قلت لكم شويه بركه ماء، دوما بتبدل اللون نتاعو هكا هاو، حتى كي يبدل هكا شويه من الماء نتاعو وخليوه يفوح راه. نحطو عليه البرغل، البرغل فيه شويه بركه ملح مش برشا، وفيه الزيت. وذوقوا لهنا لقيتوها ناقصه ملح زيدوه، خاطر الحشوه هذه باش تاكل تبدا بنينه مش تبدا ماسه، عشتنا بها بنينه. حطوا لهنا البصل الاخضر، لهنا عندي المعدنوس، ونخلطوا مليح مليح. نجم لهنا نذوق ونشوف الملح نتاعي، شو تحبوا تزيدوا لهنا مثلا نتصور هكا يزي معناها. فما اللي برشا ناس تفسدها نقولوا احنا بحاجه بركه تزيدوا الجبن مثلا، لا خليها هكا دجاجه ما نحطولهاش الا جبن حتى شيء، خليها هكا وكا.
كلشي نحب نزيد لها كاين حاجه بركه، نحب الفلفل هكا على لا غالب رشه صغيره هكا خاطر ما حسيتش فلفل احمر يزيد فيها البركه. ها خليها تبرد هذيك شويه بعد نحشيو الدجاج نتاعنا. لهنا باش نحط الحشوه نتاعي نغسلو ديالي، اهم حاجه نغسلو دياتنا وندخلو توا الحشوه في كرشها والرسوه ديني ريح ليو نحاولو هكا ندخلو هكا مليح باش تدخل بالكدا. حتى بالبرغل جي بنينة، راه اللي ما يحبش يجرب اما بنينة ساعات يقول انفع من الروس. تو باش نمد الكردون وباش نبدا نسكر في الدجاجة نتاعي. شمت حاجه بركه باش نوريها لكم لحظه برك. لهنا وريقه ترند هكا صغار ندخلوهم هكا لداخل يسيبوا نكهه بنينه. ديما الرند مع الدجاج يسيب نكهه بنينه. هاي تو نمد الكردون تاعي ونبدا نسكر في الدجاج. أولش عليكم لهنا دورتها كل سكرتها بالكردون باش ما تخرجش الحشوه. هي اسهل حاجه هي التسكيره بالكردون ديما هكا وننزلو. الطبق نتاعي اللي باش نحطه في الفور حطيت في وسطه زيت بعد تو نحيهم كتي هكا. وهذه راهي حاضره نشوفوها نتفقدوها ونمسكو هكا البرغل ما نخليوش في وسط الدجاجه من هوني دخلوه. ازيها تو تحمار وتشبع. بيت الطبق هذا بالنسبه لي يعني نحبوه، تنجمو تحطوه في اللامينيوم كما تدبروا ريوسكم. حطوا زيت، زيت نمسحها هكا في الوطا، حط الجاية شتي، تيب على رويحتها، السلام عليكم. حطوا هذه توا على 200 درجة، ساعة هكاكا وتفقدها، بإذن الله تلقاها طايبة زبدة، خاصة كيما قلتلكم كي تبيتوا الدجاجة بالصوص اللي عملناها، الحيمة تبدا رطبة أكثر، هكا هو نرجع لكم توا نحطها في الفور. كملنا وصلنا لنهاية الفيديو متاعنا لليوم. حطينا الدجاجة متاعنا في طبيق مع سلطة بطاطا وسفناريا وزيناها باللي كتب ربي. المهم وصفة مزيانة ان شاء الله يا ربي يزيد انتم ما تعجبكم. شبقى ابقى كيف باش نقصها ونوريكم شكلها من الداخل. اما هنا نحب نعطيكم جيس معلومة للفرن، كي تحطوها على 200 درجة نقصوا بعد نصف ساعة على 180 باش الدجاجة تطيب من الداخل ما تقعدش نية باهي. حسيلو نقول لكم توا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله يا ربي تونس في امن وسلام ويا ربي يعم الفرح على الناس الكل وتبدا من مؤمنين وفرحانين هكا الكل الناس الكل مع بعضنا. نخليكم في ضمن ربي ان شاء الله يعجبكم الفيديو. كان عجبكم اعملوا لي لايك للفيديو واشتركوا في قناتي وبارطاجيو الفيديو بين اصحابكم وحبايبكم. عاي نقول لكم توا ان شاء الله في ضمن ربي نتقابلوا. باي باي.